قليل ما نلاقي صراحة مواهب عربية شابة وصغيرة حققت نجاحات ونسب مشاهدات عالية وهي لسه ما كملت 20 سنة. ما شاء الله، نجمتنا صعد اللي معانا اليوم عمرها 19 سنة ومثلت بثلاث مسرحيات وقدمت 4 أغاني سينجل ومتابعينها بالملايين على السوشيال ميديا وخاصة تيك توك. فخلينا نشوف سوا نتعرف سوا أول شيء على الفنانة الشابة بسملة في التقرير بعدين في الاستوديو. معقولة نسيت اللي سويت، ما حسيت باللي بنيت بكل سهولة كذا تبيعني، ما هي معقولة كذا ترميني، ظنيتك بتبقى لي ما نسيت ساكن خيال لا تبتعد، ما بالفراق وربي مستعد اركض وراك انت حبي. ما شاء الله، يعني صوت رائع. بسملة صباح الخير. صباح النور. اول شيء تعرفي شيء، مره عجبني اسمك. شكرا. من جد بسملة، يعني مو دائما اسمعه وجميل الاسم. شكرا، تسلمي. حكينا اول شيء عن بداياتك، كيف بديتي هذا وكيف عرفت انه عندك موهبه وايش سويتي فيها؟ كيف عرفت عندي هاي الموهبه؟ كنت وايد صغيره، كان عمري 10 سنوات، كنت اتابع برامج واغني قدام التلفزيون. كيف كانت بدايتي؟ كانت صعبه لان كنت صغيره، كان عمري 16، يعني اول اغنيه كتابي مليان. كانت صعبه وكانت بالصدفه، يعني أوكي. انا ما توقعت يعني من عمرك 16 عملتي اغنيتك الخاصه. كلماتك الخاصة. مش كلماتي بس، ان هذه كانت كفر سونج يعني. لا، هي كانت اغنيتي بس. أوكي. مش انا اللي كتبتها. أوكي. وكانت اول اغنيه لي. يعني كان شيء جميل طبعا، وكان صعب في نفس الوقت كبدايه، اكيد في منحدرات وفي مشاكل وهذا. بس الحمد لله. طيب وبعدين ايش سويتي؟ وبعدين دخلت المسرح. سويت ثلاث مسرحيات. اول مسرحيه كانت لولو والكتاب، بعدها سويت اغنيه ابغي وصالك. أوكي. وبعدها سويت مسرحيه اكوانيا. ما شاء الله عليك. طب ايش تفضلي اكثر، التمثيل في المسرحيات ولا الغناء؟ الغناء. هو انا اكثر شيء جذبني الغناء. طيب هل في اعمال قادمه بتشتغلي عليها؟ كيف تبي تطوري نفسك؟ يعني انت قلتي لي اكثر شيء انشهرت عليه في السوشيال ميديا. أيه. بس هل هذا يكفي؟ احس لازم تصير اكثر ان شاء الله. في اغنيه في الطريق ان شاء الله مع المخرج فؤاد مفلح، وراح تكون راح يكون تصويرها في دبي ان شاء الله. من اكثر اللوكيشن. متى حيكون التصوير عشان اجي اتفرج؟ للحين ما حددوا التصوير بس اكيد راح اخبرك. خلاص اوكي. طب خلينا نسمع شيء منك، نسمع أوكي. صوتك الحلو. مشاعر تشاور تودع مسافر، مشاعر تموت وتحيي مشاعر، يا دي المشاعر، يا دي المشاعر، يا دي المشاعر. يا سلام، يسلم هذا الصوت صراحة. صوتك رائع. عمرك فكرتي مثلا تعمل ديو مع أحد؟ لو مثلا عندك فرصة تعمل ديو مع واحد مرة معروف مغني، مين تختاري؟ اختار الفنانة شيرين عبد الوهاب. اصلا كنت حقول لك تشبهيها وكان ولا حتصير توين؟ حرفيا يقول لي ان انا اشبهها، فانا بصراحة انا اكيد في قرابة بينكم ولا؟ لا. ابدا. يا ريت، انا وايد احبها صراحة. بس لو في فرصة هذه اختار الفنانة شيرين عبد الوهاب. طيب احنا عندنا كليب فيديو لابرز اعمالك، نشوفه سوا. اوكي يلا. قلت لك دفى وحنان، صنت لك عيني، تركت لك شقا وحرمان، يمكن تحس فيني. حكايتي معاك كانت احلى حكايه، مقدار انساك كنت اجمل روايه، اتمنى لحظه من لحظه تكون معايا عشان قصتنا تكون ما لها نهايه. ربك يسر وانت ما تيسر، منصب كبير صدق تعبي غير
بدور عليكي في الكليب بشوف انت فين، بعدين اكتشفت انه انت اللي شعرك طويل من جد، مره تغير شكلك بالقصير. قصيت شعري من قريب كثير صراحه جد؟ هذا احلى شكلي، راح اتم كل حياتي قاصه شعري. لا شوفي هو حلو التغيير، يعني انا قاعد دائما اغير شعري، مره جربي مره تفتحي شعرك كذا سويت، اهم شيء خلينا الموضوع بموضوع بناتي. طيب خلينا نرجع للتمثيل. اوكي تفكري تسوي مثلا مسلسلات افلام غير المسرحيات؟ افكر ليش لا، بس انا في كل المسرحيات اللي دخلت فيها يعني كلها غنائيه، يعني في لازم مكان اغني وتغني فيه. لازم يعني هم يختاروني شيء انه خلاص لازم هي تغني، ما يمكن الفيلم يكون ميوزيكال يعني مثلا وتغني. بالعكس ابغى اكيد تبغي. لو في فرصه اكيد ابغى اسالك شيء، دحين انت عمرك 19 سنه وعندك اغاني ناجحه، لكن مهنيا ايش حتعملي بعدين؟ كيف يقدر هذا ينجح ودخلي منه فلوس؟ مهنيا والله يعني مهنيا ما اعرف بالضبط، بس راح احاول اني اشتغل على نفسي اكثر، راح احاول اني اتطور اكثر، ممكن بعدين اصير فنانه كبيره ان شاء الله يعني. أكيد واخذ من هذا الشيء يكون شيء مهني. اكيد حتصيري لانك عندك الموهبه وعندك الهمه انك انت تكبري، فهذا شيء ممتاز ورائع. بس انت قلتي لي من عمرك 10 سنين كنت تشوفي برامج على التلفزيون، ايش البرنامج هذا اللي اثر عليك؟ طيور الجنه. طيور الجنه. طيور الجنه هذا هو اللي خلاك تبي تغني؟ كنت اقعد واغني معاهم وصح، وكنت في المدرسه انا اذاعه الصباح. كل يوم انا لمده 9 سنوات انا اللي كل صبح اغني او انشد او مرات اقرا قران. والله اوكي، فخلاص تعرفت بالمدرسه ان هذه مغنية المدرسة. مين اللي شاركوك في الفيديو؟ أول شيء رادوي وجاغوار سي وأنا، هذا كان هاي الأغنية، هذه كانت 2017 اسمها أبغي وصالك، كانت هذه ثاني أغنية لي. هذه ثاني أغنية؟ إي. وحط يعني بتفكري تعملي مثلا ألبوم؟ يعني أنا أحس إنه أنت دحين وصلت مرحلة لازم تتواصلي مع هذه الشركات عشان تاخذي مهنتك لمستوى اكبر زي ما نقول. ان شاء الله انا افكر اسوي اول شيء اغنيه كبدايه، وبعدين ما تعرفين بعدين ممكن البوم، ممكن اغاني ثانيه، فان شاء الله. تحسي تيك توك ساعدتك في الشغل؟ كثير كثير، انا ما توقعت اصلا، يعني انا قاعده اطلع اغني بكل عفويه عادي، مش متوقع ان هذا اللي راح يصير او الضرب هذا اللي راح يصير، حلو. هذا حسسك الشيء بمسؤولية كبيرة ولا عادي بتكمل حياتك؟ لا بكمل حياتي عادي زي ما أنت. زي ما أنا. أوكي هو أحلى شيء. شكرا لك بسملة، احنا نتمنى لك كل التوفيق. شكراً.